فرينتينا مركه هذا واحد أبو مهم سن أندونا يعنى كل وذاقه وإن الآد أفري رسا بابورتا ليلة على وذا الأبو مجعابه مين بكده قلين يعني هذي أد أركتيد مركه لأن ده وحد تصير على تارجدة بابوركا وحن كل وذاقه تارجدة بابوركا أو A B سدح إبر تطبيعي طبعا مركه لأن يكوجو علينا هذي أد أركتيد بابور قلنا ومخدشات أحمرايو تارجدي سنة تهاي A B صدّن تطبيعي هذي أد أركتيد بابور ليلة علاوي مركه لأن يكوجو علينا باهين تموقال كان منو قندونا وجيت كيغا لكن محاربا إنا إذا حسوسي تاريخ ذا وحير موقال كان هل كان مركي أنكو باهين وجيت كان وقو باهي إيمان تواحد عاي كودي أكتوبر لابا إسبوع كهر هبين ساعد وهي سدح ساع وهبين نمو وحاد عادي إنا هل كان كوباهي موقال كان وكشي كان يا بابور لغسو بوحي وحيابها قرحو ليلة علاوي تارقديسة لون سميقة بروف إن دولادك مقدشة إلا إقودها مقدشة عبسي بدن لغا قابو لان الشيغة إن إقودها أصول قلاي حوكتان وحاكيه لأي سردونك صوماليا حدانا وحد أمالين يسا إنانا لغو دقمن كورتغيتانك حوكتان مركي أنا هالكا مكوباهي دادكو آد أي أركتوض وقو بحسدين ويفي جيقنادين وحاجري شعب بدن ومركي أركان ليلة علاوي إلا سوو داقاي حتى مركي دنبكو خلقل لغو سميلا سوقبتي لكن ينقوم أيين ما حدا عي مركز سوح نمضي هوري إمانتا ساعدو مركي إهد لابي إطوانكي إلا إلابي إطوانكي يبرقو سوح نمو ديغانك علاش بيها حرق عيدان وكو تالو أيا قاري ليلة علاوي قاب كيسان بروفو كلاها سيدو أسعو دي وحوق غلي حرق عيدان وكو تالو ديغانك علاش بيها حرق عيدان كبوليس ملتارك أيا ديغنا نبسوغي دا سوماليين وي ديغنايين أفاف كورا نبسوغي دا أيا ديغنيد نبسوغي دا غاريغا مركي عراكتي رساستي أو كوب اللاو دي وحوي كتلويسي نوع والبقو رساس اي اما قوري اللو استعمالي كرو اي او استعمالين هادان وحوي كتلويسي وحالي اسكور عالي مركز راكيش قيب كميدا وانكسو حيغان اي ان بابور كاس اوها قابك بروفك وكلي حوكت هراء او باهيني تارجدا اي ليلة علاوي جنة ونقضي هال بابور محاد عالي كدب بابور كيسودو او سعودي حوو قلي حيرادا عيدا مدى بوليس من تاركا باور كاس قريحي مانتا كدع ديغانك علاش بيها انت بدن دولدو كميسان حد لكن وحو اها قرح سراكيشي اي قوبي وصوم مري مدن ان لو عقابو هدي تاني لغا اموساني مالين كستو سيدانو كلي اي هال دورو اي عيدمو ايدا شعب او لمن دونان غاريغا سيدو او سعودي وحو قده او غلي حرد عيدانكا وحال كان كل انتي انك بدن طبان اسكري سيدان كسو حيغان اي سراكيل كترس عيدمو بوليسكا وحاكلو جرى مركا زحمة بوربوركا وحال الشيغة إلا إيو سكويركا قوبت أو كدعي بقل متر إيري ديد أو كلا أفرت دينعبا إنو سامين أو قيستي قولي هالكا مكو يالي أو دقنا آب أو دي دقة هورا إيو كدنتي وحيابها عجيبك وحاكمي داها مركا غاريغا قوبت أو كوخر حي ميل إلا إنتاسو كيلومتر أو جرتو نين قرعسي كويستي أو دوكان كيس حليغاس فورانا أي سقفد أما با قجفيو قيب كم إذا قرح أنت أوتة وقورتك جري دادك شعبك تردو وضع دي مشادة وحال الشيء إنه كل نافين إنك بدن شن إطمان روح لاو عن إنت سو كبتي وحاكلو قسارة وقاري اسمها أفرت الجيس إلا بقل متر قوت قرح وقرعي وحاجر بربرك قوشسك مركا قيب كم إذا قوشسك كريها يا كدومي قار دي مشايا سو قاري قارنا لاو عيا سو قاري مسويديني سا مركا باور كان هالكو سو مري سوابتو عيركا كما سو دعين دول كان كما سو بحن وحو سو مري جاك بونتيو وليبا لا يقانو وليبا اي كسو غيهين بوليس كا سوماليا خاركون اي كسو غيهين نبسو غيه دا سوماليا سيدي مركا باور ما انتو واح كدع ديگان كا الاش بيا حجمي كا قرح نوعاس اها انو سو مرو اسباروين اما قوابا كنترول اه هادان اللو اركي وايو تاني واس سلسلت لقد دم بيكرو مهم أي تهاي جاك بونتي كستو سرقالك إي عيدن كيسي كوخرنا إينا لا حساب تبا محكمنا لسو تاغو إلا إدن بيغن مسولديس إي قاتان عيدن إي سراكيل مجرو باور قرح لغا سوبوحي قوبتو دونا تاقي كارو اسكماري كارو إلا إن لو فوضي ماهاني تاسوحن أوبيح دونا هالكاس مقال كان كلا مركا مقال كان كلا دولاد الصوماليا وحكاة شمانتا عنقبتينتا شبابكا لعجيه بعد إيه دباته دي جيسن جرين
dawladdu waxay ku guuleysatay oo ay ku faantay oo ay sheegtay ilaa $2 million oo dollarka Mareykanka ah in lacagii shabaabku zakawaadka ee baade ku qaadan jireen inay xakameysay warkan marka in maanta la baahiyo saacad kadib markii qaraxa uu dhacay dadku maxay ku tilmaameen waxay ku tilmaameen in lagu baabeenayo in mas'uuliyadda dawladdu ay qaadan karto wixii ka dhacay saaka deegaanka Ceelashabyaha wuxuu noqday war dawladdu ay doonayso inay ku disho qaraxii ka dhacay saaka dowladka Muqdisho hadii warkan uu yahay mid saxan dawladdu shaqo wanaagsan ayay qabatay laakiin goormay mudnaad inay sheegto ka hor qaraxan ayay sheegi kartay maanta maahan maalmo kalena way sheegi kartay laakiin qaraxa xajmigiisa iyo culayskiisa iyo dhibaatadu geystay ayay ku qarinaysaa dadka ku dhintay qaraxa oo la yaqaano marka laga tagay askarta saraakiisha da'da yar ee qaraxa ku dhimatay waxaa ka mid ah Axmed Qeer Afduub wuxuu ahaa nin ka mid ah dhalinyarada aadka u yaryar weliba dhowaan xilalka noocan oo kala qabtay awood badan lahaa karti badanna ku helay darajadan hadda uu haystay ilaa uu naxariisto wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah dalkiisa iyo dadkiisana uu dhintay isagu difaacayaba isaga iyo askarta kale ee la dhimatay dhammaantood waxaa u rajeynayaa inuu ilaahay u naxariisto kuwa dhaawacane ilaahay waxaan ugu baryaynaa inay si degdeg ah u caafimaadaan muuqaalkan marka ujeedka aan ugu hadlay waa intaas la wadaag saaxiibadaada kale mahadsanideen.